نبارك طبعا للنصر، وهارد لك الفتح عمل مباراه كبيره جدا لغايه الدقيقه 68. وانا من وجهه نظري الشخصيه تكتيكيا عمل مباراه كبيره جدا، سواء في التحولات، سواء في الدفاع المتاخر، سواء في الدفاع المتوسط، سواء في الضغط العالي اللي عمله. لكن من وجهه نظري الشخصيه بعد خروج جانيني هو اكنك بالظبط ابو نوره الكره بتخبط في حيطه وترجع تاني. يعني جانيني كان لعيب اما تيجي تلعب على التحولات محتاج لعيب يقف على الكوره عشان يبدا تيو ويبدا مراد باتنا والناس اللي تحتيه يبداوا يطلعوا عليه، فده اللي كان عامل مشكله كبيره جدا للنصر. لكن انت لما خرجته بدا ما فيش حد يطلع عليه، فانت كان الفتح بعد الدقيقه 68 اتحط في نص ملعبه لانك مش عارف تطلع، فخلاص فكل كره بتروح النصر بيعمل بيستحوذ عليها تاني ويبدا هجمه تاني. ده اللي وقع من وجهه نظر شخصيه بيليتش، عمل 68 دقيقه كبار جدا جدا قدام النصر واحرج النصر كتير جدا، وكان ممكن يهدف في الشوط الثاني باول ربع ساعه وكان ممكن يطلع بمكسب في المباراه. لكن من وجهه نظر شخصيه ممكن في الاخر برضه ما اقدرش اقول لك هو صح او غلط، لانه في الاخر هو بياخد قرار ممكن يمشي معاه صح ويبقى شكل الملعب كويس جدا، وزي اللي حصل كده لما طلع جنيني الملعب بعديه تحول كبير جدا للنصر. لكن خلينا نتكلم في مشكله كبيره، ان انت النهارده في لما يجي توقفات يا ابو نوره لازم في فرق بتستفاد منها استفاده كبيره جدا وفي فرق بتستفادش منها تماما. الفتح من وجهه نظر الشخصيه واستفاد، النصر ما استفادش تماما، لانك انت لو جيت بصيت على مشكله النصر الاساسيه هي ان هو دايما بيخش في جوان، ما بيطلعش بكلين شيت، على الاقل كل مباراه جون. فانت النهارده في توقف كبير زي ده كان لازم تشتغل على الحته دي، لانك هتجيب الجوان هتجيب الجوان، عندك كواليتي، عندك لعيبه في وسط الملعب بتعرف تخلق فرص، تعرف عندك كواليتي بتعرف تجيب اجوان. تعالى اديك بس رقم يعرفك مشكله النصر الاساسيه، النهارده النصر استحوذ على الكوره 66% قدام 34% للفتح، ده رقم كبير في الاستحواذ. طب تعالى 24 تسديده للنصر 12 تسديده للفتح، تعالى بص بقى على المرمى، 9 تسديدات على المرمى للنصر و6 في 34% استحواذ على مرمى النصر، فده رقم كبير بالنسبه ل 34% استحواذ في الملعب هو ولا حاجه، يعني الفتح ما مسكش الكوره كتير، لكن يوصل 6 مرات يسدد على مرمى النصر، اذا هي دي المشكله الكبيره اللي موجوده عند النصر. رقم بقى ممكن يفاجئ الناس كتير جدا يا ابو نوره، دقه التسديدات على المرمى، النصر 38% تسديد على الدقه بتاع التسديد، تخيل لما يكون عندي تاليسكا وعندي ساديو ماني وعندي كريستيانو وعندي بوزوفيتش وعندي اوتافيو والاقي 38% بس دقه على المرمى، والناحيه الثانيه الفتح 50%، فده رقم انا بالنسبه لي رقم مرعب، ده يعرفك ان لسه النصر ما رجعش من فتره الاعداد او التوقف اللي حصل له، لسه هو ما رجعش منه ولسه بيبدا اكنه بيبدا موسم، فده خطر كبير جدا على النصر. النقطه الثانيه المهمه ابو نوره بالنسبه لي التحولات الدفاعيه للنصر، انت النهارده في الكره الحديثه او في المستوى العالي بتاع الدوري السعودي ما ينفعش تدافع ب6 لعيبه بس، صعب. انت ايه اللي بيحصل ابو نوره لما واحد زي تريسك ده ما بينزلش، بتلاقي الخيبري او بروزوفيتش بيخرج بره الملعب، فتبدا وسط الملعب يفضى بلعيب او اتنين، فتبدا المنطقه اصلا المفروض انت اصلا تحميها قدام المدافعين تبدا تتفتح. فانت لازم النهارده كفريق النصر، فرقه كبيره زي فرقه النصر، ما ينفعش ادافع ب6 لعيبه بس، انت النهارده على الاقل اي فرقه محترمه بتدافع ب8 لعيبه تحت الكوره عشان اضمن اقفل المساحات اللي هي الخطر اللي ممكن اي فرقه تهاجمني بيها، وفي نفس الوقت حتى ابقى عدديا اكبر، حتى لو ما ضغطتش يبقى عدد اللعيبه بتاعي كتير في الملعب، اعرف اقطع الكوره وما بقاش في خطوره كبيره عليا جدا. انت